وهذا سائل يقول: متى نهتم بقيام الحجة على المسلم الذي يقع في بعض الأعمال الشركية؟ وهل نقول لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة؟ أولا، تسميته مسلم وهو يقع منه شرك، هذه التسمية غير صحيحة. الذي يقع منه شرك أكبر هذا لا يسمى مسلما، نقول مشرك. أما إن كان الشرك شركا أصغر كالحلف بغير الله أو قول لولا الله وأنت أو ما أشبه ذلك من الألفاظ شرك أصغر، فهذا مسلم. أما الذي يقع منه شرك أكبر هذا لا نقول إنه مسلم، نقول إنه مشرك. ولا يعذر بالجهل إذا كان يعيش بين المسلمين ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث ويسمع كلام أهل العلم ولم يقبل ذلك واستمر على ما هو عليه، هذا لا حجة له ولا عذر له، قامت عليه الحجة. نعم. والشرك من الأمور الظاهرة، الشرك ما هو ليس من الأمور الخفية، الشرك من الأمور الظاهرة، دعاء غير الله، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، هذه أمور ظاهرة ما هي بخفية. نعم.